اوكي، هسه وصلنا للفيديو الثالث من موضوع الديابيتس. وصلنا للكومبليكيشن الثالثه، هايبوغلايسيميا. اوكي، الكومونست اكيوت كومبليكيشن. زين، الهايبوغلايسيميا هي انه يقل البلود جلوكوز less than 70 ملغرام بير ديسيليتر. زين، هسه بعدين نحكي شنو الـ يعني الكرايتيريا مالتها. زين، احنا قبل اي شيء بس نريد نعرف شنو يصير بالجسم من تصير هايبوغلايسيميا، يعني شنو الهرمونال ريسبونس للهايبوغلايسيميا. اول شيء شنو اكو؟ اول شيء اكو واهم شيء اللي هو suppression of insulin release، يعني اول شيء بالجسم كلش يوقف الانسولين. اول شيء هذا راح يوقف الانسولين سكريشن. اوكي، حتى شنو لا يظل النوب يسوي مور انتري اوف ذا جلوكوز انسايد ذا سيلز، والنوب يسوي يعني worsening الهايبوغلايسيميا، وهاي تصير على threshold of 72 milligram per deciliter. النقطة الثانية شنو هي؟ يصير activation of the counter regulatory hormones اللي هم الجلوكاجون والابنفرين، وهذا يصير at threshold glucose concentration 70 milligram per deciliter. اوكي، كماينر افكت يصير انه بعدين release of growth hormone وراها الكورتيزول. زين، فاول شيء suppression of insulin release، النوب جلوكاكون يطلع، وراها الابنفرين، وراها الجروث هرمون والكورتيزول. نجي شنو الكوزز اوف هايبوغلايسيميا؟ ميست اور ديليت اور ان ادكويت ميل، يعني واحد ينسى ياكل، او مثلا واحد مزي او بالغلط مزود الجرعه مالت الانسولين مالته. اوكي، او ممكن واحد مسوي هيفي اكسرسايز بحيث صار مور ابتيك للجلوكوز فوقع ما تحمل. اوكي، هي شو الفكره يعني؟ فاول شيء missed or delayed inadequate meal, unexpected or unusual exercise, alcoholism, error مثل ما قلنا بالoral antidiabetic او الانسولين دوز, poorly designed insulin regime. زين، ممكن لايبو هايبرتروفي، بعد يعني وقف الابزوربشن مالت الانسولين لان صار لايبو هايبرتروفي، هاي complication من الانسولين انجكشن، فيصير انه هايبرغلايسيميا. renal failure كلش مهم. مثل ما تعرفون او بعدين حنحكيها بالماكروفاسكولار كومبليكيشنز، انه يصير عندي اوتونوميك نيوروباثي. هاي الاوتونوميك نيوروباثي راح تاثر وتسوي لي غاستروباريسز. هاي المشكله انه هذا الغاستروباريسز اللي هو صار يعني بسبب الديابيتس راح يسوي يعني ديفكتيف بالابزوربشن، وبالتالي يصير هايبرغلايسيم. يعني هي كانت ديابيتس سوت لي اوتونوميك نيوروباثي، سوت لي غاستروباريسز، انه هاي الغاستروباريسز altered with the الابزوربشن اوف ذا جلوكوز فسوت لي هاي هايبوغلايسيميا. زين، تبقى بعد المال ابزوربشن والغيره. اوكي، نجي هسه شنو السيمتومز اوف هايبوغلايسيميا؟ السيمتومز مال هايبوغلايسيميا، شوف الهايبوغلايسيميا هي من اكثر الاشياء بالطب اللي هي تكون يعني بها وايد فرايتي اوف بريزنتيشنز، يعني ممكن انه تكون بريزنتد بشكل ما يخطر على بالك ابد، فدائما دائما لازم تخليها ببالك. نقسمها اكو ادرينوغلايكوبينيك اند نيوروغلايكوبينيك. ادرينوغلايكوبينيك ممكن شيكنس، انكزايتي، نيرفسنس، بالبيتيشن، سويتينج، بدرياسيس، فيلينج اوف نوبنس، بس مع هذا هاي سيمتومز مو دائما تلقاها. اكثر شيء تلقى شنو؟ النيوروغلايكوبينيك. يعني مثلا شنو؟ مثلا ابنورمال منتيشن، امبير جادجمنت، يصير عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز، يعني اوكي يظل يتصرف تصرفات غريبه، يدعم مثلا اثناء ما يسوق السياره، فشغلات كلش يعني غريبه بس لازم تخليها ببالك. اوكي، كونفيوجن، امينيشيا، ديزنس، ديليريوم، اوتوماتيك بيهيفير لايك اوتوماتيزم يصير، ديفيكولتي بالسبيكينج، سلورد سبيتش. هسه انا ما اريد احكيهم كلهم، بس القصد انه تخلون ببالكم انه البيشنت او الهايبوغلايسيميا نيوروغلايكوبينيك ادرينوغلايكوبينيك، والنيوروغلايكوبينيك يشمل انه يكون انه عنده تبدا انه البيرسوناليتي مالته تكون غريبه والبيهيفير مالته هم يتغير. زين، نجي للدياجنوزس اللي هو يسمونه ويبلز ترايد. الويبلز ترايد هو يشمل التالي: اول شيء لازم انه يكون البيشنت البلود جلوكوز مالته less than 70 ملغرام بير ديسيليتر with development of symptoms of hypoglycemia. والنقطة الثالثة المهمة: the improvement of such symptoms after glucose intake.
يعني من يتعدل البلود جلوكوز هاي السيمتومز كلها تروح. فاذا هذه ثلاث امور لازم تكون موجوده حتى اقول ان هذا البيشنت هايبوغلايسيميا، وهاي سميناها وبل سترايد. اوكي زين، كومبليكيشن اوف هايبوغلايسيميا على كل سيستم او على كل اورجان بالجسم راح نحكي حتى نعرف. نجي اول شيء للبرين، البرين لايبل انه يصير بهم كونفولشن. شوف حتى بعدين يعني يقول لك انه البيشنت اللي يجيك ستاتس ابيليبتيكاس او البيشنت اللي يجيك ستروك لازم تدز اول شيء بلود شوجر بلود جلوكوز تو اكسكلود هايبوغلايسيميا، لان حتى هيك برزنتيشنز ممكن انه يجي. اوكي لانه دامج للبرين، كوماتوز، امبيرد كوجنيتيف فانكشن، كونفولشن، برين دامج، الهارت ممكن يجي كاريثميا، الاي فيتريوس هيموريج او ممكن اذا هو اساسا عنده ريتينوباثي يصير ووكسنينج، وممكن حتى اكسيدنت هاي مثل ما قلنا انكلودينج ار تي اي وحتى هايبوثيرميا. اوكي نجي للتريتمنت، هاو وي كان تريت بيشنت وذ هايبرجلايسيميا. راح نقسمها اكو فد مايلد سيلف تريتد كونديشنز واكو سيفير ذات ريكواير اكسترنال هيلب. المايلد سيلف تريتد يعني يجيني هو البيشنت عنده يعني يحس دايخ مو طبيعي، بس مع اول شيء انه هو كونشس. الشغله الثانيه انه يعني البلود جلوكوز مالته مو كلش ناصي، والبيشنت يكون مايلد مبين عليه. اوكي يعني حتى انه مرات يعني does not require hospitalization or visiting a doctor، ممكن انه هو مثل ما مكتوب سيلف تريتد. اوكي اول شيء شنو ممكن يسوي؟ oral fast acting carbohydrate، ممكن انه ياخذ جلوكوز درينك او تابلت او حتى نساتل يعني. اوكي مجرد نستله ياكلها توفر له around 10 to 15 جرام of carbohydrate. هاي اول خطوه يسويها، وراها شنو يسوي؟ followed by a snack بيها complex carbohydrate، يعني مثلا لفه خبز فاصوليا هيك شيء يعني فد سناك مرتب لفه خلينا نقول. فاذا هي اول شيء self treated، يقدر انه ياخذ اورال فاست اكتنج كربوهيدرات مثل جلوكوز درينك او ممكن نستله، وبعدين فولود باي اسناك كومبلكس كربوهيدرات. هاي المايلد. نجي للسيفير. السيفير تقسم الى قسمين، ايذر انه يكون البيشنت مالتي كونشس بحيث انه هو ايبل تو سوالو يعني يقدر ياكل، او انه يكون البيشنت مالتي سيمي كونشس اور ان كونشس، وبالتالي لازم انا انطي الجلوكوز الى parenterally IV. هسه اذا كان البيشنت سيمي كونشس او اذا كان انكونشس شنو اسوي له؟ انطي دكستروز 20% دكستروز. اوكي ايش قد انطي؟ انطي 75 ملليلتر بس هيك، او ممكن انه شنو انطي؟ انطي اي ام جلوكاكون 1 ملغ، 1 ملغ مال الجلوكاكون انطيه اياه بالعضله اي ام وهذا هو، او انه انطي اي في 75 ملليلتر 20% دكستروز وهذا وفضت. اوكي هذا اذا كان البيشنت انكونشس او سيمي كونشس يعني ما يقدر يبلع. اذا يقدر، اذا البيشنت كان كونشس ان ايبل تو سوالو، ممكن انه ننطيه اورال ريفايند جلوكوز از ا درينك اور سويت، نفس ما قلنا بالمايلد كيس. بس المهم شنو هناك؟ قلنا انه توفر له 10 to 15 جرام اوف جلوكوز، هنا لازم توفر له 25 جرام اوف جلوكوز. او خطوه ثانيه او يعني ابروش ثاني، ممكن انه ابلاي جلوكوز جيل او جام مربى او عسل تو ذا بكالا ميوكوز. اكو هاي مثل الجيل، ممكن انا اخليها على البكالا ميوكوز مالته وبالتالي ترفع له البلود جلوكوز. فاذا كويك ريكاب، قلنا اذا كانت سيلف تريتد يا كلها نستله توفر له 10 تو 15 جرام ويا وراها سناك مال كومبلكس كربوهيدرات. اذا كانت سيفير هل هو كونشس او سيمي او انكونشس؟ اذا كان كونشس فممكن انه ننطي نفس الشيء نستله او جلوكوز درينك بروفايدنج 25 جرام اوف جلوكوز او ابلاي جلوكوز جيل تو ذا بكالا ميوكوزا. اذا كان انكونشس ممكن انطي مثل ما قلنا اي ام جلوكاكون 1 ملغ او انطي 75 ملليلتر 20% دكستروز. زين هنا يقول لك البيشنت اللي هم يجوك هايبوغلايسيميا والكوز مالتهم كان هو الانسولين او الجليبنكلامايد اللي هو هذا يعني اورال انتي هايبوغلايسيميك دراج، هسه بعدين نحكي عليه، العفو انتي يعني دايابيتك دراج، يعني اذا كانت الهايبوغلايسيميا بسبب ذني
لازم انه البيشنت ما طلع من المستشفى قبل، يعني الديسشارج شود بي ديليد تقريبا فور فيو دايز تو وان ويك، لحد ما انه ممكن انه الجسم بعد يتعدل، وممكن اعدل له الدوز، تتغير الدوز مال الانسولين والدراج مالته. Because such patients liable for a new recurrent episode of hypoglycemia. فاذا اذا كان السبب مالتي هو الانسولين او دراج، لازم انه يبقى بالمستشفى فتره. اوكي زين، هيك احنا نكون خلصنا الاكيوت كومبليكيشنز اللي هي كانت الدي كي اي، الهايبر اسمولر هايبر جلايسيميك ستيت والهايبوغلايسيميا. ندخل بالكرونيك كومبليكيشنز اوف دايابيتس. مثل ما قلنا بالمحاضره الاولى انه التايب 2 دايابيتس كان بريزنت وذ كومبليكيشنز فور ذا فيرست تايم ات دايجنوزس. زين، وقلنا هاي بنسبه 50%. يعني يسألك سؤال يقول لك ايش وقت تصير الكومبليكيشنز الماكروفاسكولار كومبليكيشنز او خلينا نقول الكرونيك كومبليكيشنز بالتايب 2 دايابيتس، تقول له ات كان هابن ات ذا تايم اوف دايجنوزس 50% of patient. بينما التايب 1 it require about 5 years to start the complications. شلون نقسمها؟ نقسمها الى macro angiopathic and microvascular complications. macro angiopathic اللي هي يعني responsible for about 70% of death in type 2 diabetes. فبالتالي هي كلش خطيره، وحتى بعدين من نحكي المانجمنت هم راح نركز عليها، اللي هي شنو تشمل لي الاسكيميك هارت ديزيز، سيريبرو فاسكولار ديزيز، انا بريفرال فاسكولار ديزيز، يعني ام اي، ستروك، غانغرين وغيرها. المايكروفاسكولار مايكروفاسكولار كومبليكيشن اللي هي يسموها ترايوباثي، اللي هي اللي معروفات مشهورات ريتينوباثي، نيوروباثي، اند نفروباثي. نفروباثي لازم تخلون ببالكم انه النفروباثي هي الكومنست كوز اوف ديث ان تايب 1 دايابيتس. فاذا هسه يسالك سؤال يقول لك انا عندي مريض تايب 1 دايابيتس اريد اموته، انا اريد اموته، هذا ضوجني، شلون اموته؟ تقول لي انه نفروباثي، النفروباثي هي اللي راح تموته، خصوصا اذا بقى بدون علاج. التايب 2 تقول لي اللي موته هو المايكرو انجيوباثيك كومبليكيشنز. اوكي اوكي، هسه نبدا بال راح نناقش المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز. نبدا بالدايابيتك ريتينوباثي. طبعا اكو الدايابيتك ريتينوباثي اللي يميزها ان هي it is the simplest and the fastest and the easiest complications to be detected. مجرد انت تجيب فندوسكوب وتباوع تسوي اكزامينيشن للاي مال البيشنت مالتك راح تلقفها، راح تقول ان هذا عنده دايابيتك ريتينوباثي بدون لا دز انفستيجيشن او تسوي اني راديولوجيكال ايميجينج. اوكي، فالريتينوباثي هي اسهل وحده تشخص. It is one of the commonest causes of blindness in adults especially between 30 and 65 years of age. اوكي، هاي بالديفلوبد. Expert annual examination of the fundi is therefore mandatory. الكلينيكال فيتشر اوف دايابيتك ريتينوباثي، هاي راح تلقون شويه اكو مصطلحات بالأوبثالمولوجي، يعني ف يعني ان شاء الله بالمرحله الخامسه بتاخذون أوبثالمولوجي راح تفتهموها اكثر. اوكي، فاول شيء كباك جراوند وممكن ايش بعدها بالستيجز الاولى راح تشوف انه اكو مايكرو انيوريزم وذ ريتينال هيموريج، بعدين تدخل بحاله البري بروليفراتيف، تدخل بحاله انه مور سيفير، يبدا يصير عندها فينوس بيدينج، كوتن وول سبوت ديو تو هيموريج، بلوت هيموريج. اوكي، بعدين تدخل بحاله اللي هي يسموها بروليفراتيف ريتينوباثي، بروليفراتيف ريتينوباثي. اوكي، اللي هي هاي يبدا البروسيس اوف انجيوجينيسيس ويبقى انه فورميشن اوف نيو بلاد فيسل، وهاي هنا انا فد كونديشن كلش سيفير وخطره على البيشنت. اكو شيء اللي هو الماكيلوباثي، هاي اذا لقينا اكو اكسيديت وذن وان ديسك دايمتر اوف ذا سنتر اوف ذا فوفيا، يعني هاي بالاكزامينيشن بالفوفيا مالته بالسنتر نلقى انه اكو اكسيديت، هاي وصلت لمرحلة الماكيلوباثي. فهسا الديابيتك ريتينوباثي اهم شيء تعرفون it is one of the most common causes of blindness، وان هي اول وحده واسهل وحده انه نشخصها. زين، نجي للديابيتك نفروباثي. الديابيتك نفروباثي احنا شويه يمكن اتطرقنا لها من حكينا الانفستيجيشنز، من قلنا انه احنا ندزهم يورين ديبستيك، وقلنا انه اكو الستاندرد اللي طلع لي مور ذان 300 واكو اللي
يطلع لي المايكرو البومينيوريا اللي هي less than 300. اوكي فهسه نجي قبل خلينا نحكي شنو ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف دايابيتيك نيفروباثي. اول شيء بور كنترول اوف بلود جلوكوز منطقيا يعني واحد يعني بورلي كنترول دايابيتس ما مهتم بنفسه. longer duration of diabetes. اوكي presence of another microvascular complications هاي لازم ما تنسوها pre-existing hypertension. يعني ان شاء الله من ناقش موضوع الهايبرتنشن راح تشوفون ايش قد الكيدني معرضه للدمج ونصير هي بيها نفروباثي وتتحول الى كرونيك كيدني ديزيز بسبب الهايبرتنشن. فالمريض خطيه اللي هو منا انا هو دايابيتيك ومنا عنده هايبرتنشن يعني كلش راح يتعب لان اكو فد تو يعني ميجر ديزيزز افكتنج هيز كيدني. اوكي فبري اكزيستنج هايبرتنشن هو سترونج ريسك فاكتور واولسو الفاميلي هيستوري. زين هنا أنا about 30% of patients with type 1 diabetes have developed diabetic nephropathy 20 years after diagnosis. بس يعني تقريبا ورا 20 سنة أكثرهم راح يعني 30% راح يكونون هم developed بس وراها تبدأ النسبة تقل. هسا نجي شلون إحنا نعرفهم. هسا إحنا مثل ما قلنا من ساعة عندنا أكو مصطلح يسمونه microalbuminuria وأكو مصطلح اللي هو ال بروتينيوريا. ال 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 نقول ان هذا المريض صار دايابيتك نفروباثي معناته شغلتين، معناته انه البيشنت اول شيء عنده دايابيتس والشغله الثانيه انه اليورين مالته بي مور ذان 300 ملغرام بير ديسيليتر بروتين، يعني عنده بروتينيوريا، اذا هذا دخل بمرحله الدايابيتك نفروباثي. المايكرو البومينيوريا هي يعني بعد ما وصل هو نفروباثي بس يعني لايبل. اوكي؟ يكون between 30 and 299 ملغرام بير ديسيليتر هذا هو المايكرو البومينيوريا. اوكي ان يعني ما انا شي يقول لك it is micro albuminuria is an the earliest changes of diabetic nephropathy يعني بدايه الدايابيتك نفروباثي. اوكي البومين تو كرياتينين ريشيو 30 تو 300 ملغرام وهنا يكون مور ذان 300. اوكي فإذا هاي هي الدايابيتك نفروباثي. ولا تنسون ان الدايابيتك نفروباثي هي الليدنج كوز اوف ديث اوف تايب 1 دايابيتس تايب 1. فهنا السكرينينج فور مايكرو البومينيوريا هنا يسالك يقول لك يعني من هم ذول اللي انا اسوي لهم سكرين. اللي اسوي لهم سكرين هم التايب 2 دايابيتس اول ما تشخصهم. جاك مريض شخص دايابيتس قبل you have to screen for microalbuminuria. At type 1 you have to start screening for diabetic nephropathy annually from 5 years after diagnosis. لان احنا قلنا بدايه ما حكينا على الكرونيك كومبليكيشنز قلنا انه التايب 1 دايابيتس ياخذون 5 سنين after diagnosis يلا تبدا عليهم الكومبليكيشنز مو مثل التايب 2. اوكي زين هسا هذا ابروتش يعني على مود السكرينينج يورينالايسيس فور بروتين سويت في يورين ستيك بسيط اذا طلع بوزيتيف اذا مور ذان 300 ملغرام بير ديسيليتر اذا البيشنت ممكن يكون بروتين يوريا. سو فيرست يو هاف تو اكسكلود كونديشنز ذات ترانزيتلي انكريز البومين اكسكريشن وحشيناها بالمحاضره الاولى اذا تتذكرون اليو تي اي البريجننسي الاكسرسايز فيفر ستون هايبرتنشن رينال تيومر حشيناها ذني. زين فاذا يكون البيشنت ماكرو البومينيوريا يو هاف تو بيجن تريتمنت او اذا طلع نيجاتيف اذا لازم اروح ادز مور انفستيجيشن على مود اشوف ممكن هو بادي عنده شنو بادي عنده مايكرو البومينيوريا. فنفس الشيء افتر اكسكلوجن اوف كونديشنز اعيده من جديد within 3 to 6 month اذا طلع 2 of 3 مايكرو البومينيوريا تيست بوزيتيف اذا هذا مايكرو البومينيوريا and you also have to start treatment. اوكي زين هسه خلصنا الريتينوباثي والنفروباثي ندخل بالنيوروباثي. الدايابيتك نيوروباثي تنقسم الى اكو سوماتيك واكو فيزرال. زين اكو سوماتيك اللي هي الموتر والسنسري واكو الفيزرال اللي هي الاوتونوميك. الدايابيتك نيوروباثي السوماتيك هي ممكن تجي in the form of واللي هي اكثر شيء common symmetrical sensory and distal يعني motor function مال patient is normal.
التون الباور مالته تكون نورمال، بس مجرد انه لوس اوف ذا سنسري موداليتيز. يعني شنو قصدي؟ يعني مثلا التاتش، التمبرتشر، البروبريوسبشن، الفايبريشن. فايبريشن اول سنسري موداليتي ذات از تو بي لوست ان بيشنت وذ دايابيتس ديفلوبينج دايابيتيك نيوروباثي از فايبريشن. فايبريشن اول شيء ينفقد، وتكون ديستل. ديستل يعني اكثر شيء يصير بالفوت بالهاند. اوكي، مع هذا ممكن انه تكون اسيمتريكال موتور ان بروكسيمال، ممكن تكون ذا فورم اوف مونو نيوروباثي، بس هي اكثر شيء سيمتريكال سنسري اند ديستل. اوكي، والفايبريشن يكون اول شيء هو اللي ينفقد، وممكن انه هم تكون يعني خاف يمر عليكم المصطلح جلوف ان ستوك ديستريبيوشن. الجلوف ان ستوك يعني انه الجواريب يعني والكفوف اللي هي تشمل انه اكو ديستل انفولفمنت، ديستل ديستريبيوشن. خوش حكي. فاذا هذا السوماتيك. نجي للفيزرال. الفيزرال شلون يكون الاوتونوميك؟ على كل سيستم الكارديوفاسكولار راح تلقى انه عنده فيكست هارت ريت، بيشنت ديفلوب تاكيكارديا، ديفلوب اريثميا. الجاسترو انتستينال البيشنت يبدا يصير عنده فورم اوف جاسترو باريسيس، يصير عنده بوست جاستاتري سواتينج. يقول لك يعني هاي من تاخذ هيستوري، يقول لك انه انا بس من اخلص اكل اظل اعرق كلش هواي، اصب ماي، هذا بوست جاستاتري سواتينج. يصير عنده جاسترو باريسيس، يصير عنده كونستيبيشن مرات، ومرات دياريا، الترنيتنج كونستيبيشن اند دياريا، فترات هيك فترات هيك تصير عند البيشنت. اوكي، وذ يورين ريتينشن ان اركتايل ديسفانكشن، دراي سكين اند دايليتد بيوبل. انتم طبعا هاي خصوصا بالكلينيكال بعدين من تاخذون يعني فد كيس، ويعني ريجاردس من الشيف كومبلين مالته او اي شيء، يعني من يكون البيشنت دايابيتيك انتم لازم تسالون على هاي السيمتومز. اوكي، حتى تعرفون هل البيشنت ستارتنج ديفلوب اوتونوميك نيوروباثي او نوت. فتساله على قلنا البوست جاستاتري سواتينج والجاسترو باريسيس وغيرها. اوكي زين، نجي الموضوع كلش مهم، الدايابيتيك فودز. فود ألسر ديو تو بولي نيوروباثي، بريفرال فاسكولار ديزيز اند انفكشن. الدايابيتيك فود هي فد كومبليكيشنز جدا مهمه، وبنفس الوقت يعني من اكثر الشغلات اللي هي تسوي ديتورييشن بالجنرال لايف اوف ذا بيشنت. اوكي، يعني كلش تاذي وانتو ماكو احد ما سامع بيها او ما شايفها. اوكي، هي تشمل ثلاث امور، يعني المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز اكثرها راح العفو المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز راح تدخل بيها. يعني شنو؟ يعني اول شيء الفاسكولار كومبليكيشنز. اوكي، الدايابيتيك فاسكولوباثي، الاسكيميا وهالامور راح تدخل بيها، النيوروباثي هم راح تدخل بيها، وايضا الانفكشن. هسه نحكيها شلون. اول شيء سوماتيك نيوروباثي اللي هو قلنا الموتور والسنسوري، reduce the perception of pain with diminished proprioception. البروبريسبشن هو البوزيشن، خلينا نقول يعني البيشنت اويرنس اوف بوزيشن، يعني يعرف انه مثلا الرجل مالته هي فليكس او اكستندد. اوكي، هو هذا المعنى. وكلوينج اوف تويز، زين يبدا انه رجله ما يحس بيها، تبدا اكو فد موتور ديفورميتيز بالقدم بحيث تظل تزيد البريشر عليها، يصير كلوينج بالتويز مالته، فهذا كله ايش راح يسبب؟ انكريز فوت بريشر. وطبعا اضافه انه تبدا كونكتيف تيشو تشينجز، فتصير ليميتد جوينت موبيليتي. زين، هذا السوماتيك نيوروباثي. الاوتونوميك نيوروباثي، اوكي، ايش راح يبدا يسوي؟ يبدا يسوي ابسنت سواتينج، دراي سكن تيشو وذ التيرد بلاد فلو ريجوليشن، وايضا يصير تشاركروت نيوروارثروباثي. زين، فهي يعني راح تاثر على هذا الشيء، وهذا كله يعني الاوتونوميك نيوروباثي والسوماتيك نيوروباثي كلها راح تؤدي الى كيلوس فورميشن، يدخل البون على الكارتريج على الهاي، فتنتهي بكيلوس فورميشن. زين، يجي هسه دور منو؟ يجي هسه دور البريفرال فاسكولار ديزيز. يبدا البيشنت يصير عنده اسكيميا لان ماكو بلاس سبلاي، كولد اكستريميتيز، ريديوس فود بلسز اند كلاوديكيشن، فهاي تؤدي الى فود اسكيميا. فود اسكيميا راح تسوي ulceration، ومرات تسوينا جنجرين ايضا. الالسريشن ممكن انه ينتهي بانفكشن، وكلها بالنهايه راح تؤدي الى الباد اندينج هاي او البور اندينج تو ذا بيشنت اللي هي الامبيتيشن. اوكي،
Management of diabetic foot. The best way to manage a patient with diabetic foot is the prevention. يعني انتم مثل ما شفتوا انه هي اول تالي بالاخير راح توصل الى مرحلة الامبيتيشن. اوكي؟ فيعني هو فشي كلش مؤسف على المريض، فافضل شيء له هو البريفنشن، انه هو يمنع انه يوصل لهاي المرحله اللي ما يفيد وياه الا الامبيتيشن، لان قلنا انه هو راح يصير بيه انفكشن. يعني تخيل هو المريض رجله يعني يتغير شكلها، تصير بيها انفكشن، المفروض انه هو يظل يصرخ من الالم منها بس هو ما يحس بيها ولا يدري بيها، يمكن حتى ما شايفها ما منتبه لها، فتوصل مرحله الامبيتيشن هو اصلا ما يدري. اوكي سو Advice to all diabetic patients. You have to inspect your feet every day. Wash it every day. Don't keep it dry. Cut the toenails regularly. Change the socks or stocking every day. يعني هي شغلات يعني مو انه ياخذ دواء او شيء يعني، بس مجرد انه لازم يهتم برجله بشكل اكثر. Okay? Avoid walking barefoot. لا يمشي حافي. Check the footwear for foreign bodies. Wear the suitable good fitting shoes, okay? Oh, do not burst blisters. Avoid over the counter cure or careless remedies. Avoid the high risk patient as the above plus. No, أيضا وياها. Avoid high and low temperature. Okay? فمثل ما قلت لكم انه الفكرة هي مو بال انه ياخذ دواء معين او انه يغير دواء مالته او شيء، بقد ما هي انه لازم يعني extreme and careful care to his foot. حتى لا يوصل لهالمرحلة. اوكي؟ اوكي احنا هيجي خلصنا فيديو الثالث. كويك ريكاب، حكينا احنا عن الهايبوغلايسيميا، حكينا عن الوبل سترايد، حكينا شنو الادرينو جلايكوبينيك والنيورو جلايكوبينيك برزنتيشن اوف هايبوغلايسيميا، حكينا انه المانجمنت تقسم الى مايلد او الى سيفير كونديشن، والسيفير ممكن يكون كونشس او سيمي كونشس. حكينا عن الكرونيك كومبليكيشنز، قلنا اكو ماكروفاسكولار اكو مايكروفاسكولار. تخلون بالكم انه التايب 2 دايابيتس ديفلوب such complications at time of diagnosis while type 1 diabetes developed after 5 years. تايب 2 دايابيتس mostly قلنا يموتون من وين؟ 70% يموتون من الماكروفاسكولار، بينما التايب 1 دايابيتس يموتون من النفروباثي، وتطرقنا وحكينا كل وحده. اوكي ان شاء الله نشوفكم بالفيديو الرابع.